شباب يلا يا حبيبي يلا عمل بس بقى منيرة من منيرة ايه ده يا عم ناصر يلا يلا عليه يلا كل واحد على عمله يلا ما عبش ربنا اليوم عمل يا عم ناصر عاد احنا ضيوف ضيوفنا ضيوف وبطنك يلا كل واحد عمل يلا حاسبوني قروشي الحين شغل الحين يلا قوم يا ملاح يلا كل واحد على عمله 3 دقائق وانت كل واحد في عمله يلا 3 دقائق بنشتغل نرجع نرقد 3 دقائق وانتوا في العمل يلا يلا يا جماعه زيدوا في القنج بسرعه هيا خلصنا اهي لان انتوا اللي جالس انت ليش ما غلقتوا الباب انتوا لا محمود يا ابن الحلال ما هي غرفه خاصه زين ان حصلنا عزبه الواحد كان قاعد في اوضه لوحده بحمام وكان ايه بدل ما نام من النومه دي خاف لا تنطر عليه من فوق تنطر يا جني يجي له كل جن لا عم هيا